الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية استئناف استئناف، الجمل تكون ابتدائية واستئنافية، فهذه الآية استئناف ساقه الله سبحانه وتعالى ليبين استحالة تنزل الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آيات سابقة قال الله عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، أي إن هذا القرآن لم تتنزل به الشياطين. الآن في هذه الآية قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ يعني مقام النبوة مقام منزه عن الكذب والإفك، بينما الشياطين من صفاتهم الثابتة أنهم أفاكون آثمون. الأفاك هو الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا، الأفاك هو الذي يكذب، الأفاك هو الذي يوقع بين الناس العداوة والبغضاء، الأفاك هو الذي يزور الحقائق، الأفاك هو الذي يقول ما لا يعلم أو يماري فيما علم. قل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين مقام النبوة، إنه مقام منزه عن الكذب. بالمناسبة الكذب يتناقض مع الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة. في بعض أقواله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يكذب. لمجرد أن يكون الكذب داخلا في حياتك بشكل أو بآخر فالنبي عليه الصلاة والسلام نفى عنك الإيمان. المؤمن لا يكذب. المؤمن قد يقصر، قد تزل قدمه، قد يفعل شيئا ويندم عليه، ولكنه لا يكذب. لذلك مقام النبوة مقام عظيم منزه عن الكذب وعن الإثم. الكذب هو انحراف قولي، والإثم انحراف سلوكي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض أحاديثه الشريفة: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لذلك أخي، هي التجارة شطارة يعني مبنية على الكذب، هذا خلاف الدين. بعض المهن أخي لا بد من الكذب، هذا كلام مرفوض. المؤمن لا يكذب ورزقه على الله، ومن ترك شيئا مخافة الله عز وجل عوضه الله خيرا منه. يعني إذا كان الرزق لا يأتي إلا بالكذب فلا يكن هذا الرزق، والله هو الغني. يعني أن تقول إن الكذب ضرورة هذا كلام الشيطان،
فالله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أن من يدعي أن الشياطين تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذه دعوة باطلة. لماذا؟ لأن الشياطين لا يتنزلون إلا على كل أفاك أثيم، ومقام النبوة مقام عظيم منزه عن هذا الوصف. في نقطة مهمة جدا لا بد من أن نقف عندها، الإمام القاشاني يقول: تنزل الشياطين على من عنده استعداد لقبولها. من الذي عنده استعداد لقبول الشياطين؟ من كان على شاكلتهم من الخبث والكيد والمكر والفساد والخيانة وسائر الرذائل. يعني هذا القول ينقلنا إلى حقيقة، هو أن أحدا لا يستطيع أن يضل أحدا. الشيطان يضل من كان على شاكلته، من كان عنده استعداد لتقبل أفكاره، لتقبل وساوسه، لتقبل انحرافاته. يعني الإنسان له جبلة، هذه الجبلة فطرها الله سبحانه وتعالى فطرة نقية، فطرة صفحة بيضاء، فإذا دنسها الإنسان بانحرافاته ومعاصيه وشهواته، وجاء الشيطان ليوسوس لهذا الإنسان البعيد المنقطع، إن هذا الإنسان البعيد المنقطع يستجيب لهذا الشيطان. الشيطان لا يستطيع أن يؤثر إلا لمن كان عنده استعداد لقبوله. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يعني منحرف في أقواله، منحرف في أعماله. الإثم فعل المعاصي والموبقات واتباع الشهوات والميل نحو الغرائز والأفعال القبيحة، فالأفاك الأثيم هو الذي تنزل عليه الشياطين. شيء آخر، يعني أحياناً المؤمن لا يمكن أن يصغي إلى قول الشياطين، لا يمكن أن يصغي إلى وساوسهم، لا يمكن أن يستجيب لهم، هذه حقيقة. هذا الذي يقول لك لا أستطيع، هكذا فعل بي الجن، هكذا دخلوا بي، هكذا، هذا كله كلام لا يقبل وساوس الشياطين، ولا يقبل إيحاءات الجن، ولا يقبل تعاونه مع الجن إلا إذا كان على شاكلتهم. وهذه حقيقة واقعة في الحياة اليومية، الإنسان السيء يفسد من كان مثله سيئا، أو من كان يملك استعدادا للفساد، عنده رغبة في الفساد يأتي المفسد فيفسده. أما الذي سمت نفسه وارتقت روحه واستقام على أمر ربه وأقبل عليه وشعر بالطهر والعفاف وشعر بالقرب من الله عز وجل، مثل هذا الإنسان لا يستطيع شيطان الإنس ولا شيطان الجن أن يفسده. فلذلك أن يقول الإنسان كلما زلت قدمه الله يعني الشيطان، هذا كلام غير مقبول، لأن الشيطان نفسه يوم القيامة يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. هذا كلام رب العالمين، هذا في القرآن الكريم: وما كان لي عليكم من سلطان، انتهى، ما كان لي عليكم من سلطان. إذن لا يستطيع الشيطان أن يفسد إلا من كان عنده استعداد للفساد، إلا من كانت عنده رغبة للفساد، إلا من كان على شاكلة الشيطان من الخبث والانحراف والكيد والخيانة والكذب والفجور والإثم. إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، كسبوا السيئات فجاء الشيطان فأزل أقدامهم. فلذلك الإنسان إذا زلت قدمه يجب أن يعلم علم اليقين أنه يتحمل وحده المسؤولية كاملة، ولا ينبغي له أن يحملها ولا أن يحمل بعضها للشيطان. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. المؤمن ليس أفاكا، لا يكذب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا شعر
أن أحدا من أهل بيته قد كذب يغضب غضبا شديدا ويقاطعه إلى أن يتوب. إذا لما كان مقام النبوة منزه عن الكذب والإفك والإثم والفجور، حق لكل مؤمن أن ينفي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون للشياطين أو لبعضهم دور في إنزال هذا القرآن أو في الوصول إلى النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون السمع. النبي عليه الصلاة والسلام سأله ناس عن الكهان فقال صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء. الحديث طويل ولكن لو اكتفينا بهذا الكلام لكفى. إنهم ليسوا بشيء، يعني كل ما يقوله الناس من أعمال الجن ومن مكرهم ومن أفعالهم ومن تآمرهم على الإنس ومن علمهم بما سيكون، كما قال سيد الخلق ولا ينطق عن الهوى، إنهم ليسوا بشيء، كلهم ليسوا بشيء. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون. وكثير من الإخوة الأكارم يسمعون من أقاربهم ممن حولهم ممن يلوذ بهم أن فلان مخاوي وتنبأ لفلان بكذا وكان كذا، فما تفسير هذا؟ أجيب كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام إنهم ليسوا بشيء. لكن المشكلة أن الله سبحانه وتعالى دلنا في القرآن الكريم في آيات كثيرة على أن نستعيذ به. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ودلنا على أن نستعيذ مرة ثانية، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والله سبحانه وتعالى وصف المتقين فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي آية رابعة يقول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أما أجمل ما في هذه الآية الأخيرة إنه هو السميع العليم. الآن يقول لك قائل أنا استعذت بالله والشيطان لم يبرحني، فماذا تفسر هذه الظاهرة؟ إنه هو السميع العليم، سميع لاستعاذتك باللسان ويعلم ما إذا كان قلبك حقيقة قد استعاذ بالله أم أنك اكتفيت بالاستعاذة بلسانك. يعني إذا كانت الاستعاذة باللسان هذه لا تكفي ولا تفعل شيئا، ولا تستطيع هذه الاستعاذة باللسان أن تدفع الشيطان. لذلك إنه هو السميع العليم. فالإنسان إذا ألم به وسواس، إذا ألمت به مشكلة، إذا لاحت له شبهة، إذا جاءته خواطر لا ترضي، إنها من الشيطان. فليستعذ بالله ولكن فليستعذ بقلبه قبل لسانه، يعني أن يتوجه إلى الله بكليته، أن يلتجئ إليه أن يحتمي به، أن يلوذ بحماه حتى ينقذه الله سبحانه وتعالى من هذه المحنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهم يحدثون، هذا الصحابي الذي سأله، بالشيء يكون. فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. يعني حينما تنزل أوامر الله سبحانه وتعالى إلى الملأ الأعلى هناك من الشياطين من يستمعون، فإذا التقط أحدهم كلمة ألقاها في أذن الكاهن وكذب على منوالها 100 كذبة كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كذب المنجمون ولو صدقوا، ومن أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد
ومن أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا. تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يلقون السمع من تفسيرات هذه الآية أن هؤلاء الشياطين يسترقون السمع ويلقون السمع إلى الملائكة ليأخذوا بعض أمر الله للبشر فيبثوه في أذن الكهان ليكذبوا عليه 100 كذبة. هذا بعض المعنى. المعنى الآخر المنحرف يلقي سمعه، الأفاك يلقي سمعه إلى الكذب. لذلك في نظام المحاكمات يقال لا تسمع هذه الدعوة، لا تسمع، القاضي يرفض سماعها في الأصل إذا كانت لم تستوفي شروطها الإجرائية ومضمونها الصحيح، دعوة غير مسموعة. والمؤمن كذلك إذا كان في عالم القدس وكان مع الله سبحانه وتعالى وكان في طهارته وعفته لا يلقي السمع للشياطين ولا لوساوسهم. وأكثرهم كاذبون، يعني هؤلاء يكذبون. والكذب كما تعرفون هو قلب الحقائق وتزويرها. وهناك من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر، وفي آيات كثيرة أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه التهمة التي اتهم بها النبي عليه الصلاة والسلام من أنه كاهن ومن أنه شاعر. في بعض الآيات الكريمة يقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر؟ قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. لا هو بقول شاعر ولا هو بقول كاهن، بل هو قول رسول كريم، تنزيل من رب العالمين. هذا هو الحق. فهناك من ادعى ومن زعم من كفار قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر، فكان هذا الرد. قال وإذا زعمتم أنه شاعر فالشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء ليسوا كذلك. من هو الشاعر؟ هذا الذي يتكلم كلاما وفق هواه، فقد يمدح مديحا كاذبا، وقد يهجو هجاء ظالما، وقد يصف حالة ساقطة، وقد يبالغ. يعني هناك من الشعراء من يبالغ. ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. يعني شاعر أراد أن يتقرب إلى المعتصم، فلما توفيت أم المعتصم مدح أمه بقصيدة مطلعها ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، من أجل هذه المرأة التي لا يعرف التاريخ عنها شيئا. قال الشاعر ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. هذا كذب، هذه مبالغة، مبالغة كبيرة. بعض الشعراء يمدح مديحا كاذبا، مديحا لا أصل له، يصبغ على ممدوحه صفات البطولة والكرم والشجاعة والتقوى وهو ليس كذلك. إذن هذا المديح الكاذب مديح فيه معصية، لأن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا مدح الفاسق. فمن أجل مكاسب رخيصة، من أجل نوال محدود، من أجل عطايا، كان هذا الشاعر يصبغ على ممدوحه صفات كلها غير صحيحة. لذلك ربنا عز وجل قال هذا النبي الكريم ليس بشاعر، لأن من شأن الشعراء أن يكذبوا. والحمد لله رب العالمين.